التعرف على آثار تغير المناخ باعتباره من أكثر التهديدات البيئية تدميرًا، والحفاظ على نقطة المياه التي تساوي حياة، أنشطة فنية ترجمها الأطفال إلى نماذج فنية في الاحتفالية التي نظمتها سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظة القاهرة تحت شعار رفع مستوى الوعي للأطفال نحو تحسين الحفاظ على المياه والتكيف مع المناخ، والتي أقيمت بحديقة الأزهر بمشاركة ممثلين من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية واليونيسيف. الورشة اللي حضرتك شايفها النهاردة دي نتاج جهود أكتر من 6 أشهر، تم عمل مسابقة على مستوى الجمهورية. المسابقة دي كانت أونلاين، اشترك فيها العديد من أطفالنا على مستوى جمهورية مصر العربية. تم اختيار حوالي 150 نشء وطفل، تم اختيارهم للفوز بالمسابقة النهاردة في هدية الأسهر، وده يعني إشارة إلى الوعي، يعني هذا الوعي الموجود ما بين الأطفال، بس في نفس الوقت يعني نتتلى لزيادة هذا الوعي أكثر. أنشطة وورش عمل ومسابقات شارك فيها الأطفال على مدار اليوم للتوعية بترشيد استهلاك المياه، ليرسمون لوحات فنية وتوعوية عن أهمية المياه في حياتنا. لقينا فكرة محدش جابها قبل كده، إن إحنا نستعمل إزاي المياه المقطرة اللي نازلة من التكييف. فعملنا بحث وشفنا وطلع حاجات كتير، انا خدت شويه منهم، ان احنا بنسقي الزرع منه. انا عملت رسمه تعبر عن يعني H2O، هي تعبر عن ذرتين هيدروجين وذره اكسجين، فالاكسجين ده يعتبر يعني الميه، فالميه هي سر الحياه. كان الهدف من المسابقه دي ان احنا نشرك الاسر مع الاطفال في ان هم يفكروا مع بعض، ان هم يطلعوا افكار بره الصندوق او رسومات ابتكاريه. الرسومات دي بتعبر عن ترشيد استهلاك الميه. ياتي هذا الحدث المناخي الذي تنظمه سفاره الاتحاد الاوروبي في مصر والشركه القابضه لمياه الشرب تتويجا لجهود المنظمه الدوليه في اطلاق حملات التوعيه في الحفاظ على المياه والطاقه واعاده التدوير والزراعه. ملتقى اطفال المناخ الاول يعد فرصه لتعزيز الشراكه بين الاتحاد الاوروبي والحكومه المصريه في التوعيه باثار تغير المناخ والحفاظ على المياه والتكيف مع المناخ لمستقبل اطفالنا، مع العمل على خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث. من حديقة الأزهر، أحمد ممدوح، النيل.